اولا نرحب بك النجم عبد الرحمن الرضاق على الشاشه الرياضيه السعوديه، ودنا نسالك توقعاتك لمباراه الهلال والاتحاد نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. لا شك ان المباراه بين فريقين كبيرين وانديه معروفه، واكيد ان التشكيله حتكون تشكيله حساسه وحيكون لاعب حساس جدا، واتمنى الجمهور يتابعها، واشكر الرياضيه على هذه التغطيه، وانا اشوف انه حيكون لاعب حساس جدا. اتوقع نتيجه معينه؟ والله لا شك مثل ما قلت ان اللعب حساس، بس اتوقع نتيجه للهلال، اتوقع 2-0 1-2 اتوقع لصالح الهلال. من يسجل الاهداف؟ اكيد ما في غير اللاعب المفضل عندي ياسر القحطاني.